مساء الخير. حسم الجنرال ميشيل عون موقفه، انتظروه بعد التكتل فأعطى جرعة تهدئة بذراعه القانونية سليم جريصاتي ليأتي القصف الموجه مساء. استبق رئيس تكتل التغيير والإصلاح أي دعوة قد يوجهها رئيس الحكومة لانعقاد مجلس الوزراء، فقال: لن أعود إلى الحكومة قبل تعيين قائد للجيش ومجلس عسكري كامل وجديد. وعلى مرمى حدود غضب فلسطين كان ساطعا في يوم الطعن والدهس، وعلى السكين يا إسرائيل. انتفاضة السلاح الأبيض في وجه عدو أسود دفعت تل أبيب إلى مضاعفة سياستها التدميرية، فقررت هدم منازل من سمتهم المخربين في غضون أسبوع، وشددت حصارها الضفة مع السعي لعزل بعض المناطق. لكن الهلع الذي أبدته دولة الاحتلال من عمليات الطعن الفلسطينية لا يوازي شيئاً أمام الرعب الذي انتاب إسرائيل عندما تبلغت نبأ اجتماع مجلس الجامعة العربية في القاهرة الذي سوف يعلن عليها الحرب ويقيم الحد، على أن الفلسطينيين لم ينتظروا في السابق قرارات العرب ولن يفعلوا اليوم، فهم من أعطى في الثمانينيات قيمة مرصعة للحجر، وفي 2000 تطورت الحجارة واحتكت بالنار، وفي عدواني غزة تعدل الحجر إلى صاروخ. أما أكثر هذه الرؤوس رعباً لإسرائيل فهو صواريخ حسن نصر الله العابرة للمدن البعيدة، لتأتي سكاكين اليوم كي تغرز الخوف وتدفع المجتمع الإسرائيلي إلى السير في الشارع ويده على الخاصرة. فلسطين قد تقتطع من وقت الاجتماع العربي بضعة نقاش لينصرف البحث إلى حل السخاي في سوريا، بعدما أصبحت المواقف العربية الأمريكية والأوروبية شبه متقاربة، وإن زعم البعض تصريحات إبداء القلق فهذا لزوم الهبوط الاضطراري أمام الرأي العام ومخاطبة الجمهور. أبرز رحلات الهبوط هذه كانت على متن طائرة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، فمن حتمية عزل الأسد ورحيله فورا إلى مطالبته بالتمهل وعدم التسرع، لأن فرنسا لا تريد حدوث فراغ في السلطة، وحبذا لو تقنعه روسيا بأن لا يستخدم البراميل المتفجرة. البريطاني استبق الفرنسي إلى عرين الأسد فأبدى استعداده للتعامل بمرونة مع الرئيس السوري، أما الأوروبيون الآخرون فقد أقروا بدوره وساروا في اتجاه إطلاق العملية السياسية، بعدما كانوا يطالبون بإسقاط الأسد بين كل تصريح وموقف. والعملية السياسية المقبلة على جناح السخوي الروسية عادت بمهماتها إلى المفوض الأممي ستيفان دي ميستورا، الذي بدأ محادثات في موسكو لتفعيل خطته الأولى بوقف إطلاق النار بدءا من حلب. وفي عاصمة السخوي، ومع التفاعل السياسي بين دي ميستورا ولافروف، أعلن وزير الخارجية الروسية عن تفاهم أمريكي روسي سعودي يحسم كل ما روج من قلق واهم. إذن العماد ميشيل عون يجدد دعوته إلى الانتقال من الوضع غير الشرعي إلى الوضع الشرعي فيما يخص الترقيات العسكرية، ويقول إن من مدد لقهوجي هو سعدان، واصفا وزير الدفاع سمير مقبل بأنه لا يفهم بالقانون العسكري ولا بكيفية حصول الترقيات العسكرية. بس وين بصير الحكم بالبلد؟ وين بصير الحكم؟ بتضاين طالما هن عندهم انطباع انك انت بحاجه لالهم، لا بعدين يبتزوك. انا غلقت الطريق وضلك فاتح حقوق. انا غلقت الطريق، وهلا انا ما برجع على الحكومه الا بدنا قائد جيش جديد وبدنا نعين مجلس عسكري. هيدي القياده غير شرعيه، خلص وقتها، اكسباير ديت بالانجليزي، خلص للتلف. عم تحكي هلا صار كل المجلس العسكري، كل المجلس العسكري من قائد الجيش للاعضاء اللي فيه ومديرية العامة كمان لقوى الامن. هذا الشرط؟ شرط؟ هيدا بدنا نعيشه من هلا ورايح. العميد شامل روكوز يغادر الخدمة العسكرية الليلة. تقرير رشال كرم. عبار الجبل عامل ميال لعنده مغاور مثل مغاورك يا شامل. لعل الحظ لم يحالفه في خروجه من السلك العسكري لمصادفة وقوع رأس السنة الهجرية كعطلة رسمية،
ولربما هو الحظ نفسه الذي لم يعينه قائداً لمؤسسة خدم فيها 35 عاماً، ولربما من حسن حظه أنه خرج وبقي في الوقت عينه بسكوته وهدوئه محط أنظار الجميع. فشامل روكوز ذاك المغوار الحلم بالنسبة إلى شريحة من اللبنانيين، ابن 57 عاماً دخل المدرسة الحربية عام 80. هيدي المميزات اللي عنده ما خلته ما يكون ضمن الكادر، يعني عزيح، يعني كان منضبط، عاقل، شاطر، رياضي، ملتزم بالتعليمات. آخر شي مرة عقوبة؟ ما كان فوضوي، لا. أنا بتقديري حتى هلأ بعد ما ختم خدمة العسكرية ما أكل عقوبة، يعني هو شي نادر؟ تقريبا بالمعارك ولا مرة، يعني حتى حديثا لما بلش يطلع على الساحة، من لما وقت اللي عمل شامل روكوز تنقول عميد، وعطول نحن بس يجي قائد جيش، مش نحن الإطار العام، بس يجي قائد جيش بصير يحكى بالقائد اللي بعده، مين بعده، مين بهي الشخصية بكون. لاحظي يعني ولا مرة نحكى عن شامل هو مثلا سبب هون بقتل عسكريين، هون بخسارة العسكريين، هون بأسرهم، أبدا. كل مهمته، كل معاركه واقعية ومضبوطة ومحدودة، وعلى المستوى الشخصي ما كان، بمعنى ما كان عم يقبض ثمنه هو. ومن رفيق الدورة الحربية إلى الرفيق في تنظيم الدورات الرياضية لمغاوير الجيش السنوية، العميد روكوز من الأشخاص يلي بيسمعوا كتير، يلي بياخدوا وبيعطوا، ويلي بيناقشوا الأفكار لا ياخذ الافضل ويمشي فيه. ما انه هيدا عاده منا صفات العسكر الجيش، يعني خلص نفذ ثم اعترض، ما في عندهم. مزبوط، بس العميد روكوز معه شهاده بالعلوم السياسيه يلي بتساعده يقدر يكون من الاشخاص يلي بياخذوا وبيعطوا. بس انتم بالشغل كيف مثلا 24 24، ممنوع رياحه، ممنوع وقت اللي في مشروع؟ اكيد ما بتصيري ديسكونكتد عن عائلتك، عن شغلك، عن كل شيء، منك لحالك، هو ما بيطلب منك شيء. اكثر حدا اللي بيخطط ولا اللي بيترك غيره يخطط، هو اللي بينفذ؟ لا، هو على طول عنده فكره، بس كمان بيسمع فكره الاخر، يمكن بيمشي فيها، يمكن يعني بيعمل دباء، يا بيقنعك هو بفكرته لتكون انت مقتنعه لتقدر تعطي من اللي انت من قدره عندك اياها، او العكس. بين العسكري والرياضه، العميد روكوس في عين صديق اخر راى فيه ذاك العسكري المقدام المجازة بالتاريخ والحاملة لماجستير العلوم السياسية. يكون عندي اصدقاء لي جايين مثلا فرنسيين او شيء، او اوقات بنكون ما بيكونوا بيعرفوا مين شامل روكوز، بس يفوت شامل روكوز ويقعد، بعد فترة كله بيسأل، حتى لو في 50 شخص، مين هالشخص؟ لأنه وجوده مميز، الكاريزما، الأورا تبعه، يعني بس يفوت الهالة تبعه مختلفة عن باقي العالم، يعني في شيء بتركيبته لشامل لازم هالبلد يستفيد منه، بيقدر يجمع، يعني الشخص الجامع هو المطلوب هلا، لأنه عادة قليل تا يجتمعوا بضابط الإجرين والراس، يعني الضباط عادة يا بيكون إجرين يا بيكون راس، شامل كامل معه، يعني شامل اثنين يلي هن الإجرين والراس. تقشعه السياسة المقبل، الزعيم السياسي المقبل؟ شامل خلق تا يكون زعيم، خلق تا يعمل سياسة. في 15 من هذا الشهر ستشهد ساحة الشهداء عند الساعة 6 وقفة شكر لقائد فوج المغاوير وفاء لمسيرته العسكرية، مسيرة اختارت أن تنتهي بتاريخ يحمل عددا من الذكريات قد تخلق منها مسيرة جديدة سياسية لا عسكرية. رشا الكرم، قناة الجديد. هل قاتل العونيون من أجل العميد شامل روكوز؟ تقرير رامز القاضي. أخفقت تسوية الترقيات الأمنية فيغادر العميد شامل روكوز الجيش ضابطاً متقاعداً، وتقول المعلومات أنه ودع رفاق السلاح في فوج المغاوير في رومي للمرة الأخيرة كقائد للفوج. المؤكد أن الفريق المناوئ لجنرال الرابي لم يرد لروكوز الوصول إلى قيادة الجيش ولا البقاء في المؤسسة، لكن هناك من سأل هل قاتل العونيون من أجل روكوز حتى النهاية أم اكتفوا بتسجيل موقف في إطار المسجلات السياسية؟
أنا اللي بدي أقوله أنه نحن كان موقفنا حرج. إذا دفعنا عن العميد روكوز كنا عم نظلمه، لأنه كانوا عم بحطوه بخانة أنه ليش نحن عم ندافع، هني مشكلتهم معنا نحن بالسياسة. وإذا ما دفعنا عنه كمان بنكون عم نظلمه، لأنه نحن كنا عم نحكي عن الشخص الكفؤ مش عن الشخص اللي بنعرفه. العميد روكوز بعتقد انظلم، انظلم من كل الأفرقاء، بس مجرد لأنه كان عنده صلة القربة بالجنرال عون، ولكن للظلم حدود والظالم بيتحاسب بيوم من الأيام. العميد روكوز مثل ما قلت، أنتوا قتلتوا للحظة الأخيرة من أجل روكوز العميد روكوز أو يعني ما؟ نحن ما في شيء اسمه قتلنا، نحن كنا عم نحاول أنه ما ينظلم العميد روكوز وكفاءته وقدرته ما تنحط بموقع أنه لا بدنا نحاسبه بس لأنه في له علاقة بجنرال عون أو بالفريق السياسي، رغم أنه هالعلاقة هي كانت علاقة عائلية فقط. والكل بيعرف أن العميد روكوز وقت كان بالمؤسسة العسكرية ولا يوم من الأيام تعاطى بالسياسة. الوزير الياس أبو صعب يرى أن غدا يوم شديد بالنسبة إلى روكوز، وأن كل ما جرى لا يؤثر في معنوياته. وفي شأن الاستئناف مشاركتهم في جلسات الحكومة من بوابة النفايات، يجيب أبو صعب: أنا أخشى أن تكون قضية النفايات هي المتنفس الوحيد لحتى يعملوا اجتماع لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء اجتمع 3-4 مرات بموضوع النفايات وأخذ كل القرارات اللي ممكن ياخدها. اجتماعك للنفايات لنعمل شو؟ لنقرر شو؟ تصديق يمكن على خطة الشهية المساعدة وعطيتها؟ عملنا اجتماع آخر مرة وصدقوا، رغم أنه نحن كان موقفنا معترض، وأنا الوحيد الوزير اللي كنت معترض لأسباب ما إلى علاقة بالسياسة. أولا أنا ما بقبل كون موافق على قرار بيعطي مثلا مكب بالتراضي أو بيفرض على مكان معين مكب مقابل أنه نحن ممكن نعطيهم إغراءات مالية. وسط كل هذه العرقلة التي يتحدث عنها التيار الوطني الحر، ما الجدوى إذن من الاستمرار في العمل الحكومي؟ إذا بده يكون في مجلس وزراء حقيقي، بده يرجع يصحح الأخطاء اللي وقع فيها، بده يحترم القوانين، بده يحترم الدستور، بده يفوت يصحح الأخطاء هيدي. بدنا نبلش من هون، وإذا هيدا الشيء ما صار بالتالي بغياب التفاهم هيدا الحكومة ما فيها تنتج. شو أفضل تصير تصريف أعمال؟ بدكم تشتغلوا بوزاراتكم أنتم؟ هيدا الموضوع بيقرر فيه رئيس الحكومة، لأنه اليوم بغياب رئيس الجمهورية حتى لو وزير أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 استقالوا فيها تكفي الحكومة بلاهم. ولكن يسأل عضو تكتل التغيير والإصلاح: هل يقبل رئيس الحكومة تمام سلام الاستمرار في رئاسة حكومة لا تنتج، لأن هناك فريقا مصرا على العرقلة وتخريب التفاهم الذي نفخ الروح في هذه الحكومة؟ رامز القاضي، قناة الجديد. يوم الغضب الذي دعا إليه الفلسطينيون وصفه الإعلام الإسرائيلي ببداية الانتفاضة الثالثة. يوم الغضب الفلسطيني وصفته قنوات إسرائيلية بأنه انطلاق الانتفاضة الثالثة، وقد أسفر هذا اليوم عن مقتل 3 إسرائيليين بينهم أحد الحاخامات المتطرفين ويدعى إشاعيه كريشفسكي، الذي قتل دهسا بسيارة كان يقودها الشاب المقدسي علاء أبو جمل. وتظهر كاميرات المراقبة هذه العملية التي انتهت باستشهاد الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه. تزامنت هذه العملية مع إطلاق النار داخل حافلة إسرائيلية، وقالت الوسائل الإعلام الإسرائيلية إن العملية نفذها شخصان، فيما سجلت عمليات طعن متفرقة في عدد من مناطق الضفة أدت إلى إصابة عشرات المستوطنين. الجانب الإسرائيلي استعمل كل الوسائل المتاحة لتفريق الجموع الفلسطينية، وقد بلغ عدد الشهداء منذ مطلع الشهر الجاري 30 بينهم 7 أطفال، إضافة إلى أكثر من 1500 جريح.
قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت حالة التأهب والاستنفار القصوى في الضفة الغربية استعدادا لمواجهات يوم الغضب الفلسطيني، فيما أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي شباك أن ما يجري الآن لا يمكن وقفه. رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث أمام الكنيست عن الإجراءات الأمنية والسياسية التي أقرتها حكومته ضد الفلسطينيين من منفذي العمليات، مشيرا إلى هدم المنازل وتوسيع عمليات الاعتقال الإداري وإقرار قانون العقوبات ضد رشيقي الحجارة والمولوتوف وتعزيز القوات العسكرية العاملة في الضفة والقدس لمواجهة الموجة الحالية. كلام نتنياهو جاء قبل دعوة للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت، والذي ناقش الوضع الأمني وبحث في عدد من الاقتراحات لمواجهة الانتفاضة الفلسطينية. وقد قرر المجلس المصغر هدم منازل منفذي العمليات في غضون أسبوع. وفي قطاع غزة، أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية إلى تعرض سيارة ضابط إسرائيلي كبير لإطلاق نار على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما تظاهر المئات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل. وقال مسؤولون في القطاع الصحي الفلسطيني إن نحو 15 متظاهرا على الأقل أصيبوا من جراء إلقاء إسرائيل قنابل الغاز. من ناحيتها أشادت حركة حماس بهجمات الضفة ودعت إلى مواصلة الانتفاضة. محامو الحراك يطالبون بإخلاء سبيل موقوفي التظاهرات، والمحكمة العسكرية ترفض تقرير حليمة طبيعة. ما يزال توقيف الناشطين وارف سليمان، بيير الحشاش، رامي محفوظ، حسين إبراهيم وفايز ياسين مستمرا منذ 7 أيام على خلفية المشاركة في تظاهرة الخميس الماضي. وعلى الأثر، نظم ناشطون من الحراك المدني وعدد من أهالي الموقوفين اعتصاما أمام المحكمة العسكرية تزامنا مع تقديم محامي الحراك طلبات إخلاء سبيل بحق الموقوفين. أنا خيي من أول شيء لنبلش فيها اختطفوه من المظاهرة، مش اعتقال، ما حدا عرف فيه، ضربوه سحبوه. لشو؟ لأنه دائر بسياج الشائك. شو هالتهمة؟ من أنت كان السياج الشائك هو من الأملاك العامة، هيدي واحد. تاني شيء أخدوه على المخفر بعد 4 أو 5 ساعات لبلغوا أهله. بأي بلد بتصير هاي؟ بعد 24 ساعة ما في تهمة؟ حبسينه، عم نشوفه من الشباك مثل كأنه شي سجين، بشي سجن إسرائيلي. طبعا مستمرين نحن بكل الحراك لإطلاق سراح الشباب وللمزيد من المطالب. أنا اللي بدي أفهم إنه عن جد هذا القاضي قاعد مع وارف وحكي معه وشايف إنه وارف وشغل معه محلهم الحبس. يعني عندنا بلبنان قانون العقوبات سقفوا، هلا أعلى سقف له اللي عملوه الشباب. كل اللي عم بيصير بالبلد، كل اللي بعدها هلا اذا بتشوف الفساد اللي بعده قايم، ولا اللي عمره سنوات ها ما عم ينشاف. بس انا بحب ركز انه هذا توقيف سياسي، التظاهر حق. وندعو كل الناس الى انه تشاركنا باعتصام مفتوح امام المحكمه العسكريه، اولا رفضا للمحاكم العسكريه، ثانيا رفضا لتحويل هذا الوطن الى دوله بوليسيه. اعتصام الأهالي الذي بدأ عند 10:30 صباحا تحول إلى اعتصام مفتوح مع تبلغهم خبر رد قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة كل طلبات إخلاء السبيل، فيما عمد عدد من الناشطين ورفاق الموقوفين 5 إلى قطع الطريق أكثر من مرة أمام المحكمة العسكرية. ما تضلنا الطريق مقطوعة حتى إخلاء سبيل جميع المخطوفين. عم بيعتقلوا العالم، هلأ من قدامنا اعتقلوا واحد. لا يطلعوا كل الموقوفين وكل مطالبنا المحقة تتنفذ، الطريق بتنفتح. اجوا سيارة مدنية كربجوا شاب واخذوه. نرد اخلاء سبيل. نعم. 5 طلبات. يعني ما بعرف الادعاءات المواد المدعين فيها هي شتم الادارات العامة والمس بالمؤسسات العسكرية، تخريب والعتاد العسكري، تجمعات الشغب يعاقب عليها، يعني كلها مواد جنحية. تم توقيفهم 7 أيام لحد هلا ما اخلي سبيلهم. ونحن حنا الاجراء الثاني اللي بده ينعمل هو تصعيدي بالشق القانوني، حنتقدم اكيد نهار الخميس لانه بكره عطله، حنتقدم باخلاء سبيل.
بالشق الميداني حيكون في اكيد حيكون في تصعيد. المحاكم العسكريه للاسف صارت هي الاساس والمحاكم العدليه هي الاستثنائيه، ما عم نشوف شيء على التيفيات غير احيلها الى المحكمه العسكريه، احيلها الى المحكمه العسكريه. القضاء العسكري هو في شوائب كثير فيه، واهم انه ما في شروط المحاكمه العادله امامه، ما في تعليل للاحكام، ما في عندك ضباط يمكن ما يكونوا عندهم حتى شهادات بالقانون، هن اللي عم بيحاكموا. اللي عم بيصير هو عملية خطف امتياز، هول ليسوا مثل ما وضحنا امبارح، هن ليسوا من الفارقين من وجه العدالة، هن يمكن مطلوبين للقضاء لاستجوابهم لا أكثر ولا، ما في شيء بيثبت تورطهم باللي صار، في منهم توقفوا ورجعوا تركوا بسندات إقامة رجعوا استدعوهم من جديد. توقيف هول الشباب هو مازال هو استهداف للحراك. كما منع عدد من الناشطين سيارة تحمل لوحة مجلس النواب الزرقاء من المرور، علم لاحقا أنها تعود لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي. طالما أن سيارة مجلس النواب ممنوع تقطع، ممنوع تقطع إذا بيكون مين مكان يكون. محامو الحراك أكدوا أنهم سيتقدمون الخميس المقبل بطلبات إخلاء سبيل جديدة، كما وتم استدعاء المتروكين بسند إقامة لحضور جلسات التحقيق لدى القاضي أبو غيدة 10 من صباح الخميس. الموقوفون في المحكمة العسكرية يستجوبون بمواد ما بعد الانتداب، يوم كانت تلصق بالمتظاهر صفة مشاغب. تقرير نوى البري. بعد شهرين من بدء الحراك الشعبي، قرر القضاء اللبناني نفض الغبار عن مواد تعود إلى عام 43 وتطبيقها على مواطنين نزلوا الشارع للمطالبة برفع النفايات عن الطرقات. ولأن الحراك لم يثنه العنف الأمني عن إكمال المسير ولا رمي اتهامات عن تدخلات دولية فيه، فقد قررت الدولة أن تستخدم القوانين الفضفاضة على مواطنيها. اليوم قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية يحقق مع 5 موقوفين بموجب المواد الجرمية التي ادعى فيها مفوض الحكومة، وأخلى سبيل 5 آخرين بعدما برأهم منها. على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر خبر توقيفهم بناء على مادة غريبة عجيبة، وهي التحريض على التظاهر، جرم ارتحنا عندما عرفنا أن لا وجود له، ليتبين أن المواد التي ادعى فيها مفوض الحكومة أكثر خطراً منه. فالمتظاهرون اليوم متهمون بالشغب، وتجمعهم في ساحة النجمة هو بداعي الشغب. اعتبر اليوم أنه ما جرى من تجمعات تقع تحت اعتبار أنها تجمعات شغب منصوص عليها في المادة الواضحة قدامي 346 وما يليها من قانون العقوبات. لكن بلفت النظر هالمواد هي مواد قديمة جداً، ما زالت قائمة موجودة من سنة 43 تاريخ صدور قانون العقوبات اللبناني، وقانون العقوبات أو قانون القضاء العسكري نفسه صادر ب 68 أيضا، يعني عم نتحدث عن نصوص بالية عمرها 60-70 سنة وبعدنا عم نطبقها. يعني وقت البقرالك مثلا ب 346 اللي اتهموا فيها أنه إذا كانوا مثلا هن عندهم بإيدهم سلاح منيح، بس ولكن وقت اللي يتجاوز عدد الأشخاص 20 لو ما عندهم سلاح، مجرد أنه هن عم بيعكروا الطمأنينة العامة يعتبروا ارتكبوا جرم. ب 347 إذا نادولهم بالتفرق من قبل أحد ممثلي السلطة وما تفرقوا، وإذا دعت الحاجة كيف بنادولهم؟ بقرع الطبل أو بالنفخ في البوق أو بالصفيرة. يعني شوفي وين هالنصوص بعدها موقفة، وين العالم صبح متطور. المحكمة العسكرية مواد اتهامية تم الادعاء بموجبها هي المادة 157 معطوفة على المادة 136. هاتين المادتين أو إحداهما على الأقل 136 بتقلك أنه أي فعل واقع على سلاح حربي أو أي شيء آخر، وهون في تعبير مطاطي واسع يستعمله الجيش في الأعمال الحربية، يصبح فعل هذا الجرم تحت طائلة تطبيق هذا النص. هذه المواد ما كان ليستفيد منها القضاء بحق المتظاهرين لو أنهم أعطوا الداخلية علما وخبرا قبل تنفيذ اعتصامهم، فعدم التبليغ أعطى التظاهرات صفة الشغب. هي مواد قانونية مطاطة لدرجة تأخذنا إلى اعتصامات 18 المليونية. يوم ذاك لم تتسع المخافل لملايين 18 الذين عدوا مشاغبين، ولولا الحصانة السياسية لربما كان زعيم المستقبل من ضمن الموقوفين بتهمة التعري
لخلع قميصه أمام العامة. أنا برأيي ما كان في مانع أنه هؤلاء المتظاهرين يطبقوا هذه المذكرة الإدارية وأنهم يتمسكوا فيها حتى فعلاً يقدروا يحاجوا ويدافعوا عن نفسهم بشكل صحيح ويقولوا منا نحن تجمعات شغب ولا تظاهرات شغب. بأمن أنا برأيي نشوفه بهالشكل هيدا حماية للمتظاهرين، وبأمن بذات الوقت سحب الذريعة من أمام السلطة حتى هي تتحجج أنه هذه التجمعات تجمعات شغب أو تظاهرات شغب. بناء على ما جاء يتضح أن موادنا القانونية التاريخية لا تقل تهكماً عن أتيكيت التظاهر. وللتذكير فإننا لم نسمع في تاريخ الانتفاضات بثورة كلاس، وإلا فليتظاهر عند إذن المواطنون في الكافيهات. نوال بري، قناة الجديد. أنلدغ من جحر شهيب مرتين، تقرير جاد غصن. يصر وزير الزراعة أكرم شهيب على أن الخطة التي عرضها توفر الحل البيئي اللازم لقضية النفايات، ولو أنها تقتضي ببقاء السكلين سنة ونصف السنة، فهذه المدة ليست إلا مرحلة انتقالية توصلنا إلى المعالجة النموذجية. في آخر عدد للمفكرة القانونية التي توزع كملحق شهري في جريدة السفير، عرضت الباحثة جوال بطرس أسباب عدم الثقة بوعود شهيب المؤجلة سنة ونصف السنة. في المقال تنطلق بطرس من اعتراض أهالي المتن على عدم إغلاق مكب برج حمود الذي فاق قدرته الاستيعابية منذ مطلع عام 97. بتاخد قرار حكومة الرئيس الحريري بكانون الثاني 97 أنه يسكروا على أساس ب 30 أيار 97 يعني، وبيحطوا خطة الطوارئ بيسموها بوقتها. واللافت كان أنه وزير البيئة بحكومة الرئيس الحريري كان الوزير أكرم شهيب. أولا حطوا بالخطة أنه لازم يصير في فرز من المصدر للنفايات. ثانيا قالوا أنه رح يفتحوا مركزين معالجة بالكارانتينا وبالعمروسية لا يعالجوا نفايات الضاحية الجنوبية وساحل المتن الجنوبي. ب 30 أيار بطبيعة الحال ما تسكر المكب، فبلشوا يضغطوا مزبوط على الأرض الأهالي ونواب الطشناق. بيربح وقت معهم وزير البيئة بالمفاوضات لحديث 20 تموز. الدراسات مع مجلس الماء والأعمار صايرة جاهزة، هلق القطاع الخاص بياخذ هذا العمل أو غيره موضوع قابل للنقاش، انما الخطط جاهزه لكل المناطق اللبنانيه. وتخصص موازنه لهالمشاريع اللي بغير مناطق حتكون؟ في امكانيه ماليه متوفره من صندوق المستقل البلديات. للمفارقه بعد 18 عاما انطلقت الازمه في مطلع العام ايضا مع تصاعد الاحتجاجات لاغلاق مطمر النعمي الذي فاق قدرته الاستيعابيه، ومدت الحكومه الازمه الى تموز ايضا حيث طمرنا بالنفايات من جديد. حاول شهيب عام 97 على عكس ما تقول خطته تشغيل محرقة العمروسية لحرق النفايات. أهل العمروسية وقتها كان وزير البيئة بحلقة على برنامج تلفزيوني عم بيسوق للخطة تبعه، بيقرروا بليلتها يروحوا يحرقوا المحرقة. احترقت المحرقة، وقعت المشكلة. شو بيعملوا بالنفايات تبع الضاحية والمتن؟ الرد الأول كان بفتح مطمر على طريق المطار لمدة لا تفوق شهرين، والحل الثاني أنتج لنا مطمر النعمة الذي كانت الوعود أنه سيكون مطمرا بمعايير بيئية نموذجية. يلي مضحك أنه ما في شيء 3 شهور من بعد الخبرية، يعني أول 98 بتبلش تطلع أول صرخة من أهالي النعمة، لأنه الاتفاق نص أنه أولا ما بفوت أكثر من 30 شاحنة على المطمر يوميا، صاروا عم بيشوفوا فوق 100 عم تروح وتجي نهار ليل. ما بتقطع الشاحنات بقلب المنطقة، الشاحنات عم بيروحوا يكسدروا بقلب البلدة ويسببوا روايح بانتشار روايح بقلب البلدة. وثالثا بيكتشفوا من بعد ما لحقوا وحدة أو اثنين من الشاحنات انه عم بياخدوا السوائل يلي بتطلع من النفايات وعم بيروحوا يكبون بمجرور بنزل على البحر بالجية. بعد 18 عاما سمى شهيب الحجرة خطة، ويريد منا أن نلدغ منها مرة جديدة. جل غصن، قناة الجديد. بعد الفاصل، قذائف على السفارة الروسية في دمشق خلال تظاهرة دعم لموسكو. أهلا
أهلا بكم من جديد. المقاتلات الروسية تستهدف 86 موقعا لداعش في سوريا. بوتين يؤكد أن واشنطن لا تستجيب لنداء بلاده في مكافحة الإرهاب، والجولاني يستنهض إرهابي الكوكاز. وتستمر المقاتلات الجوية الروسية في دك معاقل الإرهابيين في سوريا، وجديد الساعات 24 الأخيرة تنفيذ 88 طلعة قتالية وقصف 86 موقعا لتنظيم داعش في محافظات الرقة وحماة وإدلب واللاذقية وحلب. وعلى وقع الضربات الجوية الروسية، تعرض مبنى السفارة الروسية في دمشق لقصف في خلال مسيرة مؤيدة للعملية العسكرية الروسية، وأظهر التسجيل المصور تعرض مقر مبنى السفارة لقذيفتين في وقت دانت السفارة الروسية في دمشق هذا العمل وعدته إرهابياً يهدف إلى ترهيب مناصري محاربة الإرهاب ومنعهم من تحقيق النصر على المتطرفين. وعلى مواقع التواصل بثت المعارضة السورية مقطعا مصورا قالت إنه يعود إلى 13 من تشرين الأول، ويظهر تعرض مدرسة لإيواء النازحين في منطقة عين لاروز في ريف إدلب لقصف سلاح الجو الروسي. في المقابل استعاد الجيش السوري المنطقة الحرة ومحيط جبل عنتر في ريف حلب الشمالي بعد معارك مع داعش، ومنطقة تل الأحمر الاستراتيجية في ريف القنيطرة، وتمكنت القوات السورية بغطاء جوي من مقاتلات السوخوي الروسية من مواصلة التقدم على جبهات عدة. وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري في بيان أن القوات المسلحة أحرزت نجاحات مهمة في عملياتها العسكرية المتواصلة على التنظيمات الإرهابية في محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتوازيا مع التطورات العسكرية وقبيل وصول دوميستورا إلى روسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لا تسعى لأداء دور الزعامة في سوريا، بل إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية والعالم برمته. ودعا الرئيس بوتين إلى رفع الجهود على المسار السوري إلى مستوى أكثر موضوعية مع التركيز على العملية السياسية، مؤكدا استعداد موسكو لمثل هذا العمل، لكنه أشار إلى أنها لم تتلقى حتى الآن ردا أمريكيا على اقتراحاتها في هذا الشأن. العمليات الروسية في سوريا تنفذ جميعا بمراعاة صارمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهذا ما يميز الحملة الجوية الروسية في سوريا من الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة واشنطن الذي يعمل في الأراضي السورية من دون تفويض من مجلس الأمن الدولي ومن دون موافقة السلطات السورية. ويأتي موقف بوتين في وقت دعا فيه أمير جبهة النصرة فرع القاعدة في سوريا أبو محمد الجولاني من سماهم جهاديي القوقاز إلى شن هجمات في روسيا ردا على تدخلها العسكري الجوي في سوريا. العلاقات الثنائية السعودية الفرنسية تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف ورئيس مجلس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس الذي يزور الرياض على رأس وفد رسمي رفيع المستوى. باريس أعلنت أنه جرى الاتفاق على صفقات محتملة مع المملكة العربية السعودية بقيمة 10 مليارات يورو تشمل زوارق عسكرية. ولفتت إلى أن المملكة دخلت في مفاوضات حصرية لشراء أقمار صناعية تجسسية ومعدات اتصال من صنع مجموعة تالس الدفاعية الفرنسية تساوي قيمتها مليارات اليورو. بعد الفاصل غاب عن الأوسكار أيضا. إلى النشرة الفنية وشادي خليفة. مساء الخير كريستين. انطلاقا من المثل الشهير فرخ البط عوام، بنت فارس الغناء عاصي الحلاني فنانة، ماريتا الحلاني أطلقت أغنيتها الرسمية الأولى جو وصورتها فيديو كليب وأصداءها جيدة جدا. فشو بتقول عنا ماريتا وعن دعم والدها عاصي الحلاني إلها؟ منتابع سوا التفاصيل بالتقرير التالي.
يعني قد ما قلت لك ما رح اقدر اوصف الشعور قد ايه انا مبسوطه انه واخيرا اول غنيه صارت لإلي. كثير مبسوطه انه عن جد العالم حبيت. انا العالم تعودوا علي انه بالستيل تبعي انه اكثر بغني اغاني رايقه عاده، بس حلو انه اول غنيه العالم تحب وتغني معك، انه حلو تنقي شي غنيه تكون تقدر تكون هيت سونغ، فمشان هيك جو، وحتى انه الكلمه جو بالغنيه بعيده كذا مره، فهلا مين ما يشوفني بكون ماشيه اوقات على الطريق بسمع بيعيطوا لي هاي جو جو جو، فانه شيء حلو بس شوف انه علقت الغنيه عند العالم اكيد. الغنيه بالانجلش بس انه انا كثير بحب نوع، حبيت انه بما انه انا لبنانيه عربيه الغنيه بالانجلش والفيديو انه يكون فيه شيء اوروبي. يعني لهلا بدي انا بحب غني انجلش معوده من انا وصغيره، وانجلش فرنسي بس انه عربي بعد ما فكرت فيها. أكيد مين ما كان بيتمنى يكون عنده هيك فرصة أنه يكون عنده بي بذات الوقت هو عنده خبرة بهيدا بمجال الفن وبيقدر يعطينا نصايح ويساعدني، وحتى هو من الأول لو كان يقول أنه هو خايف علي أنه مفوت، بس بحياته ما أجا قال لي أنه لا ما فيك أو لا ما، بالعكس دايما بيشجعني ودايما حدي يعني هيدا أحسن صفة كبي بالنسبة لي، لأنه هو أهم شيء أنه أهل يكونوا هنا عم بيدعموا أولادهم، وإلا أنه مين رح يدعمهم. أكيد شهرة بي ساعدتني كتير، بس أنه ما رح دلني متكلة بحياتي، ما رح أتكل عليه، وبالعكس بدي حقق حالي بحالي. وأصلاً ما فيك تحبب العالم بحدا حتى لو كان بيه فنان، ولو كان، لأنه هذا الشيء ما بينورد، لازم الشخص يكون موهوب وأنه العالم تآمن بموهبته. أكيد كتير فخورة أنه أنا وقفت من أهم مسارح العالم بعلبك، وخصوصة أنه حد بيي كنت عم بغني، وأنه فرجاني أنه هو عطاني الثقة تقدر وقف حده بهيدا المسرح. هيدا يعني تجربة ما رح أنسيها بحياتي أكيد. دراستي أهم شيء بالنسبة لإلي، وأنه هي الأدوكيشن شيء كتير مهم بالحياة. وأكيد حتى لو أنا فتت عم بمجال الفن، بس بذات الوقت كمان بدي كفي علمي للآخر، بعرف نظم وقتي مزبوط. يعني بعرف لما أكون بالجامعة ما بفكر بالموسيقى أو بالفن ولا بشي، ولما أكون أكيد هلأ ما عم فكر بالدرس. Traction, stepping red up, it's in the latest fashion. Give it to me, paparazzi be flashing. I do it for the fans, sign my name autographing. Give it to me, I gotta do this in the right way, so I can fly like a jet plane. من بعد ما تم ترشيح فيلم بتوقيت القاهرة ليمثل مصر بحفل الأوسكار العالمي كتكريم لبطل نور الشريف، المفاجأة اليوم كانت برفض الفيلم من قبل منظمي الأوسكار. والنجمة مادونا من جديد تسيء للديانة المسيحية. تفاصيل بالبانوراما الفنية. الدنيا أول ما اتخلقت الناس كلها كانت نوع واحد، لكن عشان الدنيا تكمل والحياة تستمر ربنا كان لازم يخلق ناس من كل الأنواع. اختارت نقابة السينمائيين المصريين فيلم بتوقيت القاهرة بطولة الممثل المصري القدير الراحل نور الشريف ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار العالمية على جائزة أفضل فيلم أجنبي، إلا أن المفاجأة هي برفض أكاديمية الأوسكار هذا الترشيح، لأن الموعد الخاص بإرسال الترشيحات انتهى في الأول من تشرين الأول، فيما نقابة السينمائيين أرسلت ترشيحها بعد فوات الموعد، وبالتالي ليس بالإمكان قبول هذا الترشيح.
أطل الفنان الفلسطيني محمد عساف الفائز ببرنامج أرب أيدل برفقة خطيبته المذيعة الفلسطينية لينا قشاوي، وذلك خلال عرض فيلمه يطير الطاير ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي، تلبية لدعوة معهد الأفلام البريطانية BFI، وذلك بعد الإقبال الكثيف على متابعة الفيلم في إطار عرضه الافتتاحي العالمي الأول ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. كعادتها تثير النجمة الأمريكية مادونا جدلاً في الأوساط الفنية، وآخرها ازدراؤها للأديان وتحديداً الديانة المسيحية، فقد عمدت مادونا من جديد إلى إقحام الصليب في حفلاتها ضمن جولتها الغنائية التي تقوم بها في أمريكا وكندا ولاحقاً حول العالم، فالمسرح مصمم على شكل صليب ترقص عليه عارية، كما تم وضع صلبان على كامل المسرح لترقص عليهم في إطلالة استفزازية من قبل مادونا التي تعتنق ديانة الكابالا اليهودية منذ سنوات، وهي من أشهر المنتسبين إليها وتتبرع لها مادياً. يذكر أن النجمة العالمية مادونا لا تراعي أي مشاعر إنسانية أو دينية، وهي تضرب من جديد عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية واحترام معتقدات الآخرين الدينية. هذه كانت مواضيعنا وأخبارنا بنشرتنا الفنية لليلة. أنا برجع بلتقي فيكن مساء بكرة بنشرة فنية جديدة مع مواضيع جديدة وأخبار جديدة. من هلأ لوقتها ضلوا بألف خير. كان في العناوين: عون لن يعود إلى الحكومة إلا بشرط، إلا بدنا قائد جيش جديد. روكوز المغادر في عيون الرفاق. لبنان كثير من عطار الجبل عامل، نيال لعنده مغاور مثل مغاورك يا شامل. يوم غضب فلسطين، طعن ودهس في القدس وتل أبيب. وكان في النشرة: ولادة نجمة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.